مبطلات الصلاة، يعني أشياء إذا فعلها المصلي في صلاته فالصلاة باطلة لابد من الإعادة. نمزر زقوتر نمزر عود زقور خبشحما نمزر زرشو بشجن خيش. الأول أن يتكلم متعمدا الكلام في الصلاة. يابو نمزم وخبسحنر. والثاني يتحرك حركة كثيرة جدا لغير حاجة حتى تظن أنه غير مصلي من كثرة ما يتحرك. يطوانو движение код пшнер аб шхаусу гоимуу аводизу код двар ишнер вебхама мб намаз ишра имшра пужну. والالتفات الكثير عن القبلة، يعني هذه القبلة يلتفت هذه الجهة وهذه الجهة. أودقبسو تخر نمزر شيشم يشحر يغازري سنقيتم جا مابسا سمقم جا يشجا قبلم جا يمبسو. انكشاف العورة، لو انكشفت العورة خاصة من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد، لو انكشفت العورة من هنا فالصلاة باطلة. أودقبسو نمزر زقوتر وعورات القجاشامة أصابينو تخم غشان جشغو نماز شيشم دي أبا يبغر يعورات القجاشامة أر نمازر يقوتاجي. الأكل الشرب أو دقابسو نماز مخاتو وشخانر بسو وفانر. الضحك أو دوي دحشخنر. انتقاض الطهارة، يعني لو كان يصلي وهو يصلي خرج منه ريح، إذا الآن الطهارة انتقضت لابد أن يخرج يتوضأ ثم يأتي ويعيد الصلاة. أودو أود قبسو أنديزر بوتانر سأسان بابشا نمزم تيوفا زيكيشا جقي جاو أر نمزر يقوتا نمزم قتيجو أنديز بشتاجو نمزر قبغزاجن خويمخو.